فجيت سألته هذا السؤال بعد ما خلص يعني العرض التقديمي، ناداني أنا والمديرة في البرنامج وسأل عني أنت مين، إيش خبرتك، إيش الخلفية حقتك. فقال لي إنه ترى السؤال اللي أنت سألته أعتقد إنه ممكن يترجم لبحث. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب اليوم بضيفنا الأول في برنامجنا. ضيفنا اليوم هو شخص مميز بالنسبة لي، هو أستاذي الدكتور هشام بدر الدين، استشاري في الصيدلة الإكلينيكية في أمراض القلب، وأستاذ مساعد في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز. أستاذ هشام، دكتور هشام، أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً فيك شادين، شكراً لكم على الاستضافة الكريمة هذه، إن شاء الله نخرج بي يعني محتوى يفيد جميع المستمعين والمستمعات بإذن الله. بإذن الله. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله يا ربي. كيف الأهل؟ الحمد لله كلهم بخير وعلى ما يسرك، اللهم لك الحمد. أنت كيف حالك؟ الحمد لله زي الفل. الحمد لله. طيب دكتور هشام، اليوم عندنا هدفين. الهدف الأول نبغى نتعرف عليك، والهدف الثاني إن شاء الله نبغى نتعلم منك. فنبدأ بالسؤال الأول. سؤالنا الأول هو دكتور هشام، أو شخصية دكتور هشام، شخصية اجتماعية، ودودة، منفتحة، مقدامة، شجاعة، قوية، انتقائية، وشخصية كاريزمية تترك حضورها في نفس الإنسان. وزي ما نعرف يا دكتور أن شخص اليوم هو نتاج أحداث الطفولة أو ما كان الشخص عليه هو طفل. فحدثنا عن دكتور هشام هو طفل، حدثنا عن طفولتك. أول أشكرك على المقدمة الجميلة هذه، نسأل الله أن يجعلنا عند حسن الظن. يمكن لو أتكلم نوعا ما للطفولة، يمكن تتجزأ لعدة أجزاء. يمكن الفترة الأولى من حياتي كطفل، ما زلت في بداية حياتي، نشأت في أسرة يعني كريمة، الله يعطيهم العافية، ما قصروا علينا بأي شيء. كان لي 2 من أخواني الكبار، كنت دائما أشوفهم قدوات، ما زلت أشوفهم قدوات لي. واحد منهم في المجال الطبي والآخر في غير المجال الطبي. يعني كانت الفترة الأولى من حياتي مع والدتي ووالدي الله يرحمه، يعني دائما محاطين بالعائلة. كان تأثير العائلة جدا واضح وجلي، الارتباط جدا قوي. مع الكبر بدأ الواحد يخرج عن أسوار العائلة، وبدأ يتعرف على المحيط الخارجي، بدأ يتعرف على الزملاء والزميلات والأصدقاء، وبدأ يدخل في التجربة تلو الأخرى. بدأت التجارب تتوالى، يمكن بدأت التجارب في المرحلة الابتدائية، بعدين توسعت في مراحل المتوسط، يمكن بدأت يتضح معالمها يعني أو حجمها يمكن في المرحلة الجامعية أو بعد المرحلة الجامعية، وكان لها الأثر يمكن المباشر على شخصيتي، بالإضافة للأشخاص اللي مروا في كل هذه المراحل سواء مرحلة الطفولة أو مرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب أو مرحلة ما بعد الشباب. يمكن أشخاص كثيرين في كل مرحلة من المراحل هذه جو حطوا تقريبا يعني بصمتهم، وهي يمكن اللي صنعت هذا الشخص يمكن اللي اليوم أمامكم يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كانت طفولة جميلة. طيب مين أكثر الأشخاص بما أنك أتيت على سيرتهم اللي أثروا فيك، اللي تركوا بصمتهم فيك؟ كثير من الأشخاص للأمانة، بعضهم قريب لي من الأسرة وأشخاص آخرين من غير الأسرة، من خارج الأسرة. يمكن من أسرتي يعني الشخص الأول والأخير والمحور الأساس اللي تدور حولين يمكن حياتي أو كل نجاحاتي وكل إخفاقاتي اللي تحولت يعني بعد أمر الله سبحانه وتعالى يمكن في المستقبل إلى نجاحات، كانت والدتي. يعني هذا كل بن أشيل بدون يعني توجيهها، بدون دعمها، بدون دعواتها. يعني الدعوة لحالها كانت يمكن هي سر من الأسرار هذه، غير أنه الدعوات وقربي لها كأم وقربها لي كأبن. يمكن والدتي كشخصية تعكس يمكن شخصيتي الآن، بتشوف شخصية والدتي يمكن مشابهة بشكل كبير لشخصيتي حاليا. شخصية جدا قريبة من المجتمع، قريبة من الطرف الآخر، مبتسمة، راضية بقضاء الله وقدره دائما، قنوعة، فخورة بإنجازات من حولها، وتشوف فيها إنجازاتها الشخصية يعني معكوسة أو مرآة إنجازاتها يمكن في الطرف الآخر في حياتها. كانت قائدة وأسست كثير من البرامج، وكانت أحد
الركائز والأعمدة في تكوين جمعية النخبة الخيرية، الآن تعتبر من أهم الجمعيات عندنا في المملكة العربية السعودية في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. فكانت هي من الأشخاص اللي دائما يلعبون خلف الكواليس، فيمكن هذا الشيء اكتسبته منها في انطلاقها وفي حبها للعمل الخيري، وأثر بشكل مباشر على شخصيتي على كل الأصعدة، سواء العلمية أو غير العلمية، الحياتية، كل الأصعدة. يمكن والدتي يعني في النهاية أولا وأخيرا هي الوالدة. إن شاء الله الله يحفظها لك يا رب. تمنينا نعرفها ما شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. طيب دكتور هشام، الفرد يعني احنا نعرف الدكتور هشام، مطلعين على حياتك العلمية، هذا الجانب اللي دائما نشوفه، لكن كلمنا عن الإنسان هشام، يعني ايش اهتماماتك خارج أسوار العمل، هواياتك، أشياء تستمتع تسويها، أشياء تشوف نفسك تسويها. والله يمكن أشياء كثيرة نفسك. بس يمكن مع تقدم الأيام يصير في زي فلترة للاهتمامات وفلترة للوقت ومحاولة حرص مكثف على وين تقضي وقتك. حالياً يمكن أغلب اهتماماتي أو أغلب علامات مواهبي مترجمة أو متمحورة حولين شخص اللي اسمه بدر اللي هو ابني. يمكن كثير من الاهتمامات اللي هو يهتم فيها الآن أصبحت هي اهتماماتي بشكل ما أو بآخر. يهمني الملاهي، أعرف كيف ألعب ألعاب حقة الأطفال، يهمني أعرف كيف أجلس معه وأتخاطب معه بلغته اللي يفهمها ويفهمني. أحاول أني يعني أتدارك كل الأمور اللي هو يحس فيها ويترجمها بمشاعره وفي تصرفاته، وأنا أخذها وأكتسبها كهواية لأني أترجمها له كأب. هذه واحدة من أهم الهوايات اللي أنا جالس أحاول أني يعني أتمكن منها. في هوايات أخرى، يمكن أحب استماع الموسيقى الجاز، من الناس اللي يعشقون موسيقى الجاز. هذه أحد يعني الاهتمامات اللي عندي. أحب إنه عندي يوم كذا معروف فيه إنه عشان يجلس فيه يوم السبت يركب السماعات وخلاص يستمع الموسيقى الجاز ويقرأ الشيء اللي هو يحب يقرأه خلال يوم السبت، سواء أبحاث طبية أو كتب أو أي شيء آخر. لكن هذا النوع من الموسيقى وأبعاده الثقافية تجذبني بشكل كبير. هذه أحد الهوايات تقريبا اللي كثير جد اهتمام. تعرف تستخدم آلة موسيقية؟ لا والله حاولت، كان في محاولات ولكن كلها ضاعت يعني، ولله الحمد بالفشل. حاولت والله يعني يمكن كنت طفل، لكن ما ترجمت هذه يعني محاولات إلى نجاح بحيث إني أتمكن من أحد الآلات الموسيقية. جميل. طيب دكتور هشام، اليوم أنت بدون ماسك، أنا بدون ماسك، الحمد لله نقدرنا نشوف شوية كيف أننا بدأنا بتخطي الجائحة والأزمة وبدأنا يعني مرحلة جديدة الحمد لله. بس أنا برجعك شوية لفترة الحجر، كلمنا عن الفترة هذه، كيف كان أثرها عليك وكيف قضيتها؟ والله يمكن احنا من الأشخاص اللي كنا أقل يعني تأثير عليهم الجائحة بشكل مباشر، احنا كنا في الطرف الآخر من تقديم الرعاية الصحية، كنا نداوم بشكل روتيني، ما تأثر كثير عملنا في المستشفيات. لكن في فترة اللي اضطرينا فيها ان نجلس في البيوت بعد رجعتنا للبيت، كانت مملوءة على قولتهم بالمشاعر الفياضة، يمكن لأنه خلاص ما لنا إلا بعض، لازم نجلس مع بعض، لازم نكتشف هوايات بعض، لازم نكتشف صفات بعض. فكانت فترة جدا جميلة إنه أقضيها مع زوجتي الله يطول في عمرهم بدر وبدر، اكتشفنا فيها أشياء كثيرة. ساعدنا جدا لما بدأوا السماح بالخروج من المنزل تباعا وأخذ الموافقة على الخروج من المنزل، هذا كان بالنسبة لنا شيء عظيم. وفترة قربتنا جدا من بعض وأصلت فينا يعني عادات معينة، اللي هي لما أخذ أنا ونطلع أنا وزوجتي وبدر نمشي بس كذا في الحارة، هذه فيها تنفيس عن كثير من المشاعر وفيها تقريب كثير من وجهات النظر. كانت هذا كان يمكن على الصعيد العائلي، كان في محاولات لتعلم الطبخ في خلال فترة الجائحة، وأيضا كمان باءت بالفشل محاولات تعلم الآلات الموسيقية، كمان باءت بالفشل محاولة تعلم الطبخ. لكن صباحا كمان كنا نحاول نستغلها في موضوع التدريس، انه ما نحاول انه ننقطع عن طلابنا، استمر عملية التدريس بطريقة افتراضية. حاولت نستغلها كمان فترة الكورونا وفترة الجائحة
بتقديم بعض الأبحاث، والحمد لله بعد تكلمت بنجاحات يعني باهرة الحمد لله تباعا بجهود الزملاء اللي معي، بجهود يعني إدارة الكلية الله يعطيهم العافية جميعا. فهذا تقريبا يمكن أقدر ألخص كيف كانت فترة الجائحة عموما. هذا الجانب يمكن المادي اللي محسوس، ولكن هناك كان جانب يعني غير محسوس اللي هو الجانب العاطفي من الجائحة، تأثيرها النفسي على الأشخاص كان لها تأثير جدا يعني له أبعاد كثيرة، خصوصا إنه كثير أشخاص كانوا قريبين مني يعني توفاهم الله والله يتقمدهم برحمته، للأسف يعني راحوا ضحية لهذه الجائحة، ولكن نسأل الله أن يحسبهم من الشهداء بإذن الله. آمين يا رب العالمين. كانت يعني فترة تركت أثرها أيضا، والحمد لله عدت بكل خيرها الحمد وذكرياتها. لله، اللهم لك الحمد. طيب الآن بننتقل إلى مرحلة مختلفة من الحديث، نبدأ نتكلم عن الدكتور هشام. بداية الدكتور هشام أكيد بدأت حياتك لما بدأ يعني يقوى عودك ويشتد عودك، تبدأ تستوعب إيش الخطوات اللي تبغى تاخذها، إيش مجرى حياتك لما تبدأ مرحلة تحديد القرار وتحديد المسار. هذه المرحلة غالبا كانت وأنت طالب، فحدثنا يعني عن الطالب هشام فكرا، طموحا، شخصية. ممتاز. يمكن فترة الجامعة كانت مليئة بالشك زي ما يعني كثير من الطلاب يمروا في هذه المرحلة، خصوصا في البدايات إلين ما تتكون عندهم الشخصية إنه أنا وين أبغى أتوجه بعد التخرج، أو إيش المسار اللي أبغى أسلكه بعد التخرج. لكن يمكن أنا بدأت تتبلور عندي الفكرة خلال آخر السنوات لي في الجامعة، في جامعة الملك سعود. كنت دائما عندي شغف إنه أنا أبغى أطلع أكمل دراساتي برا، أبغى أكمل برا، أبغى أدرس برا، كان عندي هذا الشغف إني أبغى أكمل برا، وكان كنت حاطط عيني على التخصص، عارف إيش التخصص اللي أنا أبغى أروح، كنت أبغى أكمل في الكلينيكال ساينسز وحابب أتخصص في أمراض القلب، فكان هذا التوجه عندي يمكن في عمرك الآن في هذيك الفترة. فهذيك الفترة سألت نفسي هذا السؤال إنه طيب أنا إيش المقومات اللي عندي اللي تشفع لي إنه أنا ممكن أروح في أيام اني انقبل كمعيد او اطلع ابتعاث او الاشياء هذه كلها. فكانت اجابه السؤال انه ما عندي الا يمكن فقط نوع ما المعدل، ان كان في عندي زملاء كثيرين يمكن معدلهم احسن مني بمراحل. فبديت افكر ايش المقومات الاخرى اللي يدوروا عليها سواء الجامعات او الجامعات برا السعوديه، وبديت اشتغل على موضوع القبول قبل التخرج. كان عندي هدف رئيسي انه ما اتخرج الا معي ورقه قبول من جامعه في أمريكا أو في كندا أو في أستراليا، هذا كان التوجه العام، بحيث إنه لما أروح أقدم على وظيفة والله هو جاهز، الشخص هذا عنده قبول، ما يحتاج إنه يتدرب على اللغة الإنجليزية، ما يحتاج إنه يشتغل على نفسه كثير، ما على طول نقدر نرسله. فهذا الشيء اللي يعني كنت أشتغل عليه، فكنت مثلاً أختبر عندي اختباراتي في الجامعة، أطلع بعد الاختبارات أروح أجلس في قهوة أذاكر للتوفل أو أذاكر للآيلتس في ذيك الفترة بعد اختبارات الجي آر إي، فكان تحضيرها خلال فترة الدراسة. لما جيت تخرجت معي شهادة التخرج معي قبولي حق الدراسات العليا، فهذا فتح لي أبواب كثيرة وقتها، سهل لي أمور كثيرة، سهل لي موضوع الإعادة، سهل لي موضوع الابتعاث بشكل كبير. من بعدها عرفت أنه أنا والله توجهي محاضر فكرة التدريس، جربت التجربة هذه وخطة التجربة هذه مرة ومرتين، لقيت نفسي فيها، لقيت نفسي يعني أحب الشرح، أحب أني أكون محاط بطلاب وطالبات، وأكون محاط بأعضاء هيئة التدريس، وعندي يعني خلفية بحثية وأقدر أسوي أبحاث. فكل هذه الأمور يمكن ساعدني الابتعاث أني أقويها وأني أكتسب يعني اكتسابات لا حصر لها في فترة الابتعاث، وأرجع مسلح فيها أنه أقدر أخدم فيها يعني وطني، وأقدر أخدم فيها المؤسسة اللي أنا فيها الآن. فهذه تقريبا يعني ترجمة الحب أو الأكاديمية in general بالنسبة لي إن شاء الله. ما شاء الله، إذا بدأ من مرحلة مبكرة واستوعبت توجهك من فترة مبكرة. أنا ما قدمت على وظائف ثانية، يعني أنا من الأشخاص اللي حتى كنت أقول للوالدة إنه أنا بتخرج، يوم تخرجت فعلا أنا من الأشخاص اللي جلسوا 7 شهور في البيت، يعني أنا جلست في البيت تقريبا قرابة 8 أشهر في البيت عاطل عن العمل. لأنه ما كنت أبغى أقدم على أي وظيفة ثانية غير الإعادة. طبعاً لو يرجع فيني الوقت يمكن تتغير بعض القناعات هذه، لكن في هذيك الفترة كنت أقول للوالدة يا إعادة يا ما أبغى أتورط. ففعلاً أنا أصلاً ما سويت يعني مقابلة إلا في مكانين، يعني في جامعة الملك سعود وقتها
كانت هذه الجامعة جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية في طور الإنشاء، ما كان لسه في كليات كثيرة يعني بدأت تستقبل الطلاب. فسبحان الله يعني آلت الأمور إني أقدم هنا بعد ما قدمت على جامعة الملك سعود ويجيني القبولين، لكن بعد الاستخارة يعني فضلت إني أجي لجامعة الملك سعود بن عبد العزيز، واللهم لك الحمد هذا يعني. سبحان الله، مع أنه يعني لو تفكر فيها في وقتها جامعة الملك سعود كانت مغرية أكثر. ويمكن المقابلة الثالثة اللي أنا سويتها اللي هي أنا دعيت لها، يمكن هي كانت في مركز الأمير سلطان لجراحة القلب، لأنه في هذيك الفترة سمعوا إنه في شخص مهتم بأمراض القلب ومهتم إنه يبتعد في أمراض القلب، فهذا الشيء يمكن على قولتهم ساعدني إنه رحت عندهم تعرفت على بعض الشخصيات الجميلة اللي الآن يعني أعتبرهم مثل أعلى في المهنة. ما شاء الله، مزيد من التوفيق يا رب دكتور هشام. الحمد لله لنا ولك إن شاء الله. يا رب أجمعين. دكتور هشام، قبل شهر تقريبا حققت أنت وفريقك العلمي إنجاز يعني يشاد به، تم اختياركم يعني ما شاء الله تبارك الله لجائزة Editor's Choice، أنت والفريق العلمي، كون ورقتكم كانت أكثر ورقة علمية في هذه المجلة تم اقتباسها وتمت قراءتها، فما شاء الله مسيرة يعني مثيرة للإعجاب ومثيرة للاهتمام في مجال البحث العلمي. فإيش كانت أول خطوة لك في هذا المجال؟ وإيش اللي دفعك للاستمرار فيه؟ هنا ممكن يعني أخذ وقتي يمكن في الشرح، لأنه بصراحة يهمني إنه الناس يعرفوا إيش الخلفية للشغف هذا في الأبحاث الطبية. يمكن أنا شغفي بالأبحاث الطبية ابتدأ لما أول شيء كنت حابب فكرة موضوع الأمراض القلب والأوعية الدموية، بعدين لما طلعت الابتعاث من الأشياء اللي زادت شغفي في أمراض القلب هو يمكن أحد التجارب اللي مرت فيها زوجتي الله يطول في عمرها، إنه آمين. جاه يعني جلطة في الرئة، فهذا أحد الأشياء اللي يمكن زاد وازع الحب لي والشغف لي في أمراض القلب والأوعية الدموية. الشيء بالشيء يذكر إنه في الفترة اللي كانت هي تمر فيها في هذه التجربة، أنا كنت في تقريبا بداياتي في برنامج الإقامة، فكان متطلب من كل يعني مقيم إنه يجيب فكرة بحثية ويشتغل عليها فجبت فكرة، كان في فكرة معطاة لي من قبل الأشخاص المسؤولين عن البرنامج، وللأسف يعني كانت باءت بالفشل في خلال الأسابيع الأولى من فترتي في برنامج الإقامة. بعد كذا جو لي البرنامج قالوا لي اسمع ترى هشام أنت ما عندك إلا أسبوعين تجيب فيه فكرة وجاهزة للتطبيق في مستشفى أنا ما أعرف إيش الحيثيات اللي فيه أو المحيط اللي فيه أو إيش الأبعاد اللي ممكن أسوي فيه بحث بأي شكل من الأشكال. فذيك الفترة كانت فترة تعصف ذهني، كنت فعلا أرجع البيت أدور أدخل يعني في محركات البحث وأدور على أفكار ممكن إنها تطبق وترجم للأبحاث. ففي يوم من الأيام رحت لمديرة البرنامج وكنت أتكلم معها وكنت أقول لها إنه أنا خلاص يعني سأمت الموضوع وصلت لمرحلة متشائمة وهذه نقطة النهاية بالنسبة لي، أنا أحس إنه بعدها انه راح اهزم حقائبي وبرجع السعوديه مره ثانيه. فقالت لي ايش رايك انا رايحه احضر محاضره، تعال غير جو معي وتعال احضر المحاضره هذه. ففعلا رحت معها المحاضره هذه، وكان المحاضره هذه لاحد الاشخاص اسمه سامويل جولد هيبر، ويعتبر من الاشخاص يعني من الاعلى يعني اقتباسا ومن اكثر الناس خبره في العالم في امراض الاوعيه الدمويه خصوصا امراض الجلطات. فكان يتكلم على أحد الأمراض هذه أمراض الجلطات اللي في الرئة، وكنت جالس مع المديرة وفي نهاية الحديث حقه في نهاية يعني العرض التقديمي جيت سألته سؤال، فجيت سألته إنه قلت له إنه إحنا إيش نسوي عندنا في المستشفى في الشيء في الجانب الفلاني هذا. طبعا في الفترة هذه كان كل زملائي سبقوني بدوا أبحاثهم، اللي معي المقيمين كلهم بدوا أبحاثهم وأخذوا يعني موافقة لجنة الأخلاقيات إلا أنا واقف ما زلت. فجيت سألته هذا السؤال، بعد ما خلص الـ يعني العرض التقديمي ناداني أنا والمديرة في البرنامج وسأل عني أنت مين؟ إيش خبرتك؟ إيش الخلفية حقتك؟ فقال لي إنه ترى السؤال اللي أنت سألته أعتقد إنه ممكن يترجم لبحث. فهو سبحان الله كان زي الشرارة بالنسبة لي اللي نمت عندي أشياء كثيرة في المستقبل، إنه الأسئلة اللي أنا قاعد أسألها في يعني معرض حديثي العادية هذه الأمور كثيرا ممكن تتحول إلى أبحاث. وفعلا فعلا كانت الجملة حقته هي يعني الشرارة الأولى يمكن
اللي خلتني يعني أقع في غرام هذا الشيء في المستقبل. فاشتغلنا فعلا على البحث هذا، والحمد لله ترجم إلى نشر، وكان يمكن أول مقيم ينشر بحثه خلال فترة الإقامة. كان بحثي، رغم إنه إحنا بدينا يعني متأخرين، هذا يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. لكن بعدها أرجع أقول لك، قيمت التجربة هذه في كل تجاربي. أنا قيم التجارب اللي أمر فيها. يمكن أحد الأسئلة اللي كنت أسأل نفسي فيها، هل أنا جاهز للمرحلة القادمة؟ هل أنا جاهز إني أتمكن من هذا الشيء؟ فكان في عندي كثير أشياء سلبيات، وبديت أشتغل عليها. بديت إني أقوي نفسي فيها، زي ما قويت نفسي في اللغة في السابق وفي الجيارية عشان أكون جاهز للتقديم في الجامعات. نفس الشيء، هذا المهمة الجديدة بديت أقوي نفسي فيها. بعد ما رجعت من الابتعاث سعيت إني أخذ ماجستير في الصحة العامة عشان أقوي نفسي في الوبائيات وفي الإحصاء الحيوي. توسعت مداركي خلال فترة الإقامة بعد رجعتي من الابتعاث. شيء ثاني كمان، شيء بالشيء أذكر، عجبني ردة الفعل، أو على قولتهم البريق اللي يظهر في عيون الطلاب لما كنت أشتغل معهم في أبحاث. في اللحظة اللي أجي أقول لهم ترى اسمعوا بحثنا أو البروجكت اللي إحنا شغالين عليه، أبشركم إن قبل البحث للنشر، فكان البريق اللي تشوفين في عيونهم أوه أنا طالب ونشر لي بحث وفي مجلة محكمة. هذا البريق يمكن كان وقود لي يعني أستمر في هذه العملية. وبعدها بدأت تتوسع رقعة الأبحاث حقتي، بدل ما هي أبحاث صغيرة بدأت تتوسع إلى أبحاث، بدل ما هي على نطاق ضيق بدأت تتوسع إلى مستشفيات أكبر وعلى مناطق. الآن يتضمن فريق البحثي اللي أشتغل معاه يعني من عدد لا حصر له من أكفاء في شتى المجالات. فسبحان الله، شوفي كيف توسعت الرقعة من شخص لا مستقبل له في الأبحاث، على مشارف إنه يطرد من برنامج الإقامة، إلى بحث قبل يعني في بداية برنامج الإقامة وتم نشره، إلى تبعات تقوية المهارات، إلى التعرف وبناء شبكة من المعارف عشان تساعدني على ترجمة هذه الأبحاث. ومنها كمان موضوع الطلاب اللي ساعدني كثير انه يكون زي ما قلت لك وقود اني استمر في هذه العمليه حتى اليوم. ما شاء الله دكتور هشام، يعني الصراحه قصه ملهمه يعني. والجميل كمان انه انت شخص قريب من الطلاب، فكونك قاعد تتعلم يعني من الطلاب او كونهم دافع لك لتقديم يعني نجاحات افضل، هذا امر رائع للامانه. دائما اعرف نفسي انه انا طلابي من أول دفعة درستهم بعد رجعتي من الابتعاث إلى يومك، ما أشوفهم طلاب بقدر ما أشوفهم يعني زملاء، بقدر ما أشوفهم إخوان وأخوة وأخوات. تأثير يمكن أعتقد عند الله إنه تأثيرهم علي أكثر من تأثيري عليهم. تأثير يمكن عليهم تأثير مباشر في العلم اللي قاعد أنقله، ولكن أنا أعتقد إنه يمكن أهم شيء في تجربتي كابتعاث أو كعضو هيئة تدريس أو كدكتور أو يعني معلم لهم، ما هو العلم المباشر اللي أنا قاعد أعطيهم، يمكن يعني العلم الغير مباشر، المهارات السلوكية، المهارات المعرفية، توسيع المدارك، توسيع الطموحات، التوجيه بطريقة معينة بحيث إنه هذا الطالب يعرف إنه أنا عندي الإمكانيات، أنا أقدر أروح من ألف إلى باء، بس كنت أحتاج أحد يوجهني. فهذا الجزء اللي يمكن أغلب أو جل وقت إني أحاول إني أكون فيه مع الطلاب. لكن أعتقد بالعلم عند الله، يمكن أنا أدعي هذا الشيء، ولكن كثير من الأمور اللي أنا وصلتها في هذه الحياة ما كان ليكون إلا بعد أمر الله سبحانه وتعالى أولا، وتوفيقه ودعاء كثير من الأشخاص ودعمهم، ولكن ركيزة أساسية كانت في هذا الدعم أو في هذا النجاح، إذا كان في نجاح هو الطلاب للأمام. الله ينفع بك يا رب دكتور. يا رب. طيب دكتور هشام، هنا نحتاج يعني نحتاج لب يعني تجاربك في الحياة. دكتور هشام أنت متميز في عدة أصعدة، يعني أنت أستاذ صيدلي إكلينيكي، أب وابن وزوج كذلك، فكيف قاعد توفق بين هذه المهام؟ كيف قاعد تنجح فيها كلها، خصوصا أنك جميعها تتطلب جهد ومجهود ووقت، فإيش السر؟ يمكن أنا كنت أتكلم هذا الشيء مع كثير من الزملاء، اللي هو موضوع محورة الطموحات، أو إنك تعرف كيف توجه طموحاتك.
يمكن أحد الأشياء اللي كانت في السابق عندي، كان عندي الأولويات، يمكن العمل الأولويات تأتي في المقام الأول، ولكن يمكن مع تعدد التجارب في الحياة وكثير تجارب مرت علي يعني في المدة الماضية، خلتني أعيد الحسابات وأبدأ أحط الأولويات بطريقة مختلفة. الآن يمكن أقدر أقول لك إنه أغلب الأولويات تتمحور حولين أسرتي، فأحاول إنه أي نجاح أو أي عمل أو أي مهمة بشكل ما إنه ما تأثر على علاقتي مع ابني أو مع زوجتي بكل الأشكال. كيف أنا قاعد أقدر أوفق ما بين هذول الأمور؟ بأمور عدة. أول شيء يعني الاستعانة بالله عز وجل، ثاني الاستعانة بالله ونعم عز بالله. وجل في على قضاء الحوائج. الشيء الثاني يمكن إنك تعرفي الوقت المناسب لهذه المهمة. كثير من المهام أنا أقضيها حرفيا الساعة 5 صباحا، الساعة 6 صباحا، يعني أحاول أن أستيقظ مبكر جدا، إنه أحاول أجي للجامعة أو أروح للمستشفى، بحيث إني أنهي الأمور اللي على قولتهم في التشيك ليست عندي، في الطموحات أو في المهام أو في الأشياء اللي أنا متطلع لها في المستقبل، سواء أبحاث أو غير أبحاث أو مهام أخرى. أحاول بين يعني الفترة والفترة إني أفصل، أحاول إنه ما أكون دائما الشخص اللي شغل شغل شغل، لا، أحاول إنه يكون عندي يعني ارتباط في أسرتي، في ارتباط في أصدقائي، ارتباط في نفسي، إنه أحاول إني يعني أمارس هواياتي، أقدر أروح للنادي بانتظام وهكذا. فالآن يمكن أغلب الأمور في أو ساعات ضيقة إحنا يمكن نعتقد خلال يومنا إنه ما عندنا وقت، نقول إنه والله أنا اليوم ما عندي وقت، لكن أنت فعلا لما تشوفي وتجربي وتحطي نفسك تحت الضغط هذا راح تعرفي لأي درجة أنت ممكن يكون عندك وقت. وأنا دائما أقولها للطلاب، دائما لما يجوني أحد أو من الزملاء لما يجوا يتشكوا إنه والله ما عندنا وقت، فأقول لهم فعلا في وقت، فعلا في وقت. ولما اشرح لهم التدرج حقي في خلال اليوم، من اول ما اقوم من النوم الين ما ارجع انام اليوم الاخر، يعرفوا فعلا انه في متسع كبير من الوقت لانجاز كثير من المهام. لكن هي موضوع انك كيف تتجرأ انك تخوض تجربة جديدة، او انك تتجرأ انك تروح من النقطة الف للنقطة باء، وانت عارف انه النقطة باء هذه فيها تهديد على استقرارك، فيها تهديد على يعني أمانك، الكومفورت زون اللي احنا نسميها. فأنت قاعد تخرج out of your comfort zone, you're getting outside of your box, فقاعد تتعلم شيء جديد في كل تجربة، أنت قاعد تتعلم شيء جديد، ففيها تحدي جديد، لا لا يعني لا محالة. التحدي هذا في كمغامرة في كثير من الشوائب، في شوائب صحية، في شوائب مادية، في شوائب اجتماعية، في شوائب عدة إنك تكتسبي مهارة جديدة أو تنتقلي من نقطة إلى نقطة أخرى في حياتك. فمع الوقت لما توصل لهذه النقطة، النقطة باء أو أيا كانت، تصير نقطة باء هي نقطة البداية، فخلاص تبدأ تبني على النقطة هذه، تحاول توصل من باء إلى تاء وهكذا إلى حرف الياء. فإلى ما توصل إلى حرف الياء تصل إلى مرحلة من الخبرة في التعامل مع كثير من أمور الحياة، تعرفي كيف تتعاملي مع كثير من المشاكل اللي ممكن تصدم في وجهك خلال اليوم، تعرفي توزني الأمور وكيف تحطيها في قالب معين من المشاعر، حتى تعرفي تسيطري على مشاعرك في الخير أو في الشر، تعرفي تسيطري عليها، وهكذا تمر الأيام فيها. ما شاء الله، إذا مهارة إدارة وقت ما شاء الله، يعني نظرا لضيق الوقت. طيب، بما أن خطتك كانت نوعا ما خطة يعني جريئة مغامرة، نظرا لأنها يعني تضمنت أمور كثيرة، أدوار كثيرة، مسؤوليات كثيرة، فأكيد أن كان عندك قاعدة، عادة، فكرة أو قيمة كانت دائما طوق النجاة لك، لأن أكيد كان في يعني لحظات صعبة. فعلا يمكن هي أرجع أقول يمكن موضوع إنك تكون شخص طموح، ولكن طموح بسلام، يعني طموح بدون حرب في الحياة. أنا جاي برسالة سلام ورسالة بر وليست رسالة حقوق. أنا عندي أهداف في الحياة وعندي طموحات في الحياة أتمنى أن أحققها، بدون ما يكون الطموح هذا يتناول طموح شخص آخر، بدون ما أنه ينتقص من طموح شخص آخر أو يأتي على طموح شخص آخر.
يمكن هذه أهم ركيزة، إنه أنا أحاول في طريق اللي أنا قاعد أتوجه فيه أسأل نفسي هذا السؤال، هل تحقيق الهدف هذا ممكن يأثر سلبا على غيري؟ فأحاول بشتى الطرق إنه ما يكون في حرب في طموحات. وهذا يمكن، هذا يمكن السلاح الأول اللي أنا قاعد أمشي فيه، إنه عندك أهداف حاول إنك تحققها بسلام، بدون أذى، بدون انتقاص من طموح شخص آخر، بدون تقليل أو تحجيم طموحات الآخرين، وفي نفس الوقت مساعدة الآخرين على تحقيق طموحاتهم معك. إنه حسيت الشيء هذا كان جميل بالنسبة لي، لما كنت أشوف ناس كثيرين يدخلون معي في بحث ويكون عندهم مشاكل سابقة في تطبيق الأبحاث، وأشوف زي ما قلت لك هذا البريق في عيونهم إنه أوه والله وصلوا لهذا الهدف في حياتهم، والآن هم جاهزين إنهم ياخذوا هذا المعترف بمفردهم. هذا الشيء كان نفس الشيء لما تكلمت مع الطلاب، كان دافع لي إنه أستمر في هذا الأمور. يمكن زي ما قلت لك هي الموضوع إنه يكون عندك طموح، وهذا الطموح يعني تعرف تتعامل معه، لأنه الطموح إلا ما يكون فيه مشاكل، إلا ما تدخل، يمكن الشخص الوحيد اللي ما يجي له مشاكل الشخص اللي جالس على الكرسي مو راضي يتحرك. اللحظة اللي تقرر إن فيها تبدي تتحركي، أنت ما تعرف إيش المعوقات، إيش الحيثيات اللي ممكن تمر في طريقك لتحقيق هذا الهدف. أشخاص كثيرين ممكن يساعدوك على تحقيق هذا الهدف، أشخاص كثيرين ممكن على العكس ما يساعدوك على تحقيق هذا الهدف، لكن دائما يعني في يعني قرارة نفسي، هذا الأمر دائما أذكر فيه نفسي، اللي هو لا تروح تنام آخر اليوم إلا إذا أنت راضي عن نفسك، أنك راضي إنك لا سمح الله ما أذيت إنسان سواء بالكلمة أو بالفعل، وخصوصا في طريقك لتحقيق أهدافك وطموحاتك، لأن هذا شيء جدا يترك أثر، دائما يترك شائبة على طموحك هذا اللي أنت حققته، سواء لو وصلتي له في يوم من الأيام، إي أنا والله وصلت له بس جرحت في أحد أو أذيت أحد، فهذا شيء أنا ما بوصل له، ولا أتمنى إني أوصل له في يوم من الأيام، أتمنى إني أوصل لهدفي بدون ما يكون في أذية لأي إنسان، وأنام على قولتهم يعني قرير العين. رسالة يعني ورحلة، فكرة نبيلة بداية، فكرك نبيل للأمانة، ملهم. أنا أحس حتحمست الآن أنطلق في الحياة أكثر. شكرا دكتور هشام على جلستنا اليوم، جدا استمتعت معك، وتمنيت لو أن الحديث يطول، فشكرا نورتنا اليوم، شكرا على عطائك حتى. أنا اللي أشكركم، وأتمنى أني يعني قدرت أقدم لكم مادة يعني يتفيد الطلاب والطالبات وجميع المستمعين والمستمعات يعني، وأتمنى لهم كل التوفيق. شكرا لك جادا، يعني من الطالبات اللي أفتخر إني في يوم من الأيام قلتها سابقا وأقولها اليوم وأقولها بكرة، من الطالبات اللي يفتخر فيهم أي عضو هيئة التدريس إنه تشرف اليوم في يوم من الأيام إنه يعني كان جزء من رحلتها التعليمية، وأتمنى لك كل التوفيق في رحلتك القادمة. الله يسعدك يا رب ويرفع قدرك دكتور هشام، شكرا لك.